شيخنا الفاضل، نرحب بكم ونود من فضيلتكم موجزا عن سيرتكم الذاتية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أخوكم ومحبكم في الله خميس ابن علي ابن علي ابن علي ابن نصر الماجري، من مواليد العاصمة، خريج الجامعة الزيتونية سنة 1980. سنة 79 كنت عضوا في المؤتمر التأسيسي للجماعة الإسلامية، والتي أصبحت بعد ذلك الاتجاه الإسلامي. هي في نفس الوقت اسمها الجماعة الإسلامية سرا، تعمل في العمل السري، ولكن على مستوى عالمي اسمها الاتجاه الإسلامي، والتي أصبحت حركة النهضة تقريبا عام 88 بعد انقلاب 7 نوفمبر. ومن عام 79 المؤتمر التأسيسي إلى عام 90 وأنا عضو في مجلس الشورى المركزي، وساهمت بشكل أسبوعي تقريبا في جريدة الفجر. كذلك كنت عضو ممثل الحركة في المجلس العلمي لهيئة التدريس في جامعة الزيتونة التي أغلقت سنة 89 من طرف الدكتاتور الهارب. ابتلينا لله الحمد بمحاكمات سياسية، منها محاكمة ما يسمى أمن الدولة سنة 87، حكمنا غيابيا واعترضنا مع جملة من الإخوة، الأستاذ عبد الفتاح مورو، الأستاذ حبيب اللوز، حماد جبالي وغيرهم، والشهيد نحسبه إن شاء الله سحنون جوهري وغيرهم. كذلك بعد ذلك حكمت في ما يسمى بقانون المساجد، قانون المساجد، وهو أني درست في المساجد متحديا الطاغية، نظام الطاغوت الذي كان في ذلك الوقت. خرجت بعد 90 من السجن، اضطريت الاختفاء، ثم كتب الله لي أن أعيش في أوروبا في باريس أساسا. عملت مراجعات لخيارات حركة النهضة، أعلنتها، حبينا نصلحه في الداخل ما نجبناش، اضطهدنا، فكتبنا. نحن في عصر اللقاء المباشر مع الشعوب بالإنترنت بالفيسبوك، فلما قهرت في داخل الجهاز فأصبحت أبشر بأفكاري، فكتب الله أن ننشئ مع بعض الشباب موقع تونس المسلمة، وأبديت فيها بعض مراجعاتي إلى حد 2010 تقريبا. توقفت عن هذه المراجعات وبدأت أكتب ضد يعني العلمانيين في تونس في سلسلة، وردت على المفتي في سلسلة كذلك، الذي كان هو الأداة التي يضرب بها الطاغية الصحوة الجديدة. ولله الحمد دفعت عن الصحوة الجديدة من ذبح بن علي ومن ابتزاز إن صح التعبير بين ظفرين الحركة الإسلامية التي تقول بأن هؤلاء متطرفين ومشارقة ومنغلقين وربما إرهابيين وتكفيريين، ابتزازا حتى يظهروا أنهم صاحب المنهج المعتدل والوسطي حتى يقبلون في الساحة السياسية. ثم رجعت بعد الثورة تقريب في فيفري 2011. أنا والله الحمد بين أيديكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني بكم إن شاء الله. شيخنا، أنتم اليوم تخطبون الجمعة في جامع الهادي التومي بالوردية، وتناقلت صفحات الفيسبوك الأحداث التي جدت بمسجدكم يوم الجمعة 16 مارس، فلو توضحون لنا الأمر. يعني فيه إخوة قدموا ملف طلب يعني أن أكون أنا إمام رسمي في هذا المسجد،
وهو المسجد الذي نشأت فيه من صغري. ولما عدت يعني أكرمني الإخوة. أنا نزلت يوم خميس يوم الجمعة خطبت، وكانت بعض الإخوة دعوات في مناطق أخرى أن أخطب، لكن يعني الأولوية إلى حيي وإلى ذاكرتي أين نشأت. ثم بعد ذلك قدم الإخوة أهل الحي مطلب لوزارة الشؤون الدينية أن أكون الإمام الرسمي للمسجد. ومع الأسف يعني لم يقع الرد إيجابي ولا نفي، لا نفي ولا إيجاب، إلا أني يوم 16 مارس ذهبت كالعادة إلى المسجد بنيتي أن لا أخطب، بنيتي أن لا أخطب، لأن بلغني أنه مش بشكل رسمي، متصلتش بي أي جهة رسمية تبلغني بأنه تعين إمام رسمي في المسجد. دخلت كالعادة، وحتى لو تشوفوا الخطبة اللي خطبتها يعني حتى قميصي يعني كان مش في حالة، يعني ما كنتش متهيئ باش نخطب، لكن جئت أنا يعني قدرت أن غيابي سيكون فيه فتنة كبيرة، وجئت كذلك لأنه يومها كلفوني أحد الإخوة رجاني أن أشهر زواجه. فذهبت دخلت بيت الإمام وجدته شخص يعني مع الأسف هذا كان تلميذي وكنت أشرف عليه، فهمت في التنظيم سابقا، وجدته جالس ويقول بأنه سيخطب. قلت له طيب تفضل أخطب، ما عنديش أنا رغبة، هذا الله أن أكون أنا سببا في أني أنافس على منبر، وهذا من الوصايا التي أوصاني بها شيخي محمد الأخوة رحمه الله. لكن دخلوا الشباب وأبناء الحي قالوا للشيخ كان ما تطلعش أنت اليوم رأي فتنة، وقالوا له نحن أنت على الجاي، نحن عنا إيمان، تعال الجاي إمام عنا، نحن ما عناش رغبة بيك، ما عناش مشكل معاك، وهذا شيخك. فهو لم يتحمل مسؤوليته وانسحب. وجدت نفسي لازم نطلع المنبر، يعني تحت نجم تقول تحت رغبة الإخوة يعني لازم نطلع. فأنا طلعت على المنبر سلمت على الناس كالعادة، وبدأ المؤذن يؤذن، وقام واحد عضو في مكتب محلي لحزب معروف في الجهة وبدأ يشوش، لا احترم المكان ولا الزمان ولا كبار الناس ولا النساء ولا أولاد صغار ولا حتى الملائكة التي تحضر يوم الجمعة تستمع الخطبة وتسيب فيها كل عيرود، فهمت؟ يولول، وهو محاط بأعضاء المكتب المحلي كلهم معاه، والفيديو مصور، وبعض الناس يقولوا هذم اللي هبطوا للفيديو عملوا فتنة. مش عارف توا يعني الآن الجزيرة يلوموا فيها أن هي فتنة، ها؟ لأنه هي تصور الأحداث، الفيديو هو تصوير الحدث، سبحان الله، اللي يعمل الحدث مش فتنة، واللي يصور فتنة، واللي يصور هو مش جابش يصور، ما هو في بالي وش تم، أما هو أسبوعيا خطبة تسجل، فهو الكاميرا كانت مصوبة نحو الإمام، فلما وقعت الفتنة توجه، طبيعي ككل إنسان يتوجه الفتنة، فوقع تصوير الفتنة، يعني فعلوا الفتنة ويتهمون من صور بأنه هو فتان، ومع العلم أني ما أردت أنا المسألة هذه تطرح في الأعلام، لأن أردت أن تعالج بحكمة وأن تعالج معالجة أحسن من هذا. احتسبت تقريبا 16 دقيقة فتنة في داخل المسجد حتى وفق الإخوة أنه خرجوا هذا الشخص
ومن معه، وخرجوا هما تقريب 60 ولا 70 واحد جاءوا، فهمت، منظمين متوزعين في المسجد، خرجوا باش يخلوا الناس كل تخرج معهم، ولكن هذا لم يحصل لله الحمد، وانتهت الخطبة بخير أحسن إن شاء الله. بدأت الخطبة بأني أتهم نفسي كما فعل يوسف عليه السلام مع أخواته عندما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه نزغة شيطان، قلت لا تعالج بالقرار ولا تعالج بهذه الأشكال، إنما تعالج بأشكال أرقى. هذا الذي وقع والذي أثر في كذلك حق مشهد يعني غريب، يعني يقع من طرف حزب محسوب على الإسلام، وأنا نحمل مسؤولية الحزب إلى اليوم، لأنه لم نسمع أن الحزب أخذ قرار سواء كان في هذا الشخص أو في المكتب، بالتالي يصبح مشارك بالصمت، ونحن نريد أن نسمع أنه قرار اتخذ في هؤلاء الذين قاموا بهذه الفتنة حتى تتبرأ الحركة من هذا السلوك، وسكوتها وعدم إخراج أي موقف يدينها. حسب تقديركم هو هذا السبب الرئيسي لمحاولة عزلكم؟ والله أنا أقدر أنه سبب سياسي، تصفية حسابات، وهذا المنهج يعني لا يليق أن يصبح المسجد هو موقع تصفية حسابات. إذا كان ثم خلاف سياسي في المنهج أو في التصورات أو في العمل مع حزب ولا أحزاب، مش معناها أنك تصفيني لأنك اليوم عندك سلطة. قالوا أنت في على المنبر تجبد في أسماء، شنو المشكلة نجبد في أسماء؟ هم إخوتي. شيخنا المتابع للشأن الديني في تونس يلاحظ تصريحات بعض أعضاء الحكومة بأنهم بصدد إعادة السيطرة على المساجد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عدة مساجد تشهد نفس الأحداث التي شهدها مسجده، فهل هي سياسة جديدة للحكومة؟ والله نحن نتمنى أن لا تكون سياسة، نتمنى، وإذا كان مش يعملوها سياسة يزم يتراجع لأسباب عديدة. السبب الأولاني أن المساجد يجب أن تكون حرة مستقلة، الكلمة التي يجب أن يعلى فيها هي كلمة الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن تبنى وتقام، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. محاولة افتكاك المساجد بدعوى تجسيد القانون، بدعوى أنها تكون تحت مؤسسة وزارة شؤون دينية، لا يقنع أحدا، لأن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يعني المساجد يجب أن تبقى مستقلة حرة تدعو إلى الله عز وجل، وإذا أصبحت توظف توظيف حزبي بمعنى حزبي يسيطر عليها كما سيطر عليها الحزب قبل في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، اللي يسيطر على المساجد أحزاب، إذا كان اليوم باش يولي حزب باسم القانون كما كان بورقيبة وبن علي يقولوا هذا الكلام، فهذا سعي في الإفساد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا تخريب للمسجد، تخريب لرسالة المسجد أن يكون حرا ومستقلا، وأن يكون الأئمة أحرارا ومستقلين يبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مخالفة شرعية، أن تصبح المساجد تتوظف توظيف حزبي. اثنين، هم يعلنون كم مره
يقولون في عهد بن علي ونجم نخرجوا الأرشيف في عهد بورقيبة أن المساجد لازم تكون حرة ومستقلة وتدعو إلى الله وتقوم برسالتها في تربية الإنسان وتصفيته، يعني تصفيه الافكار من الدخن، ويعني ان المساجد يجب ان يكون لها دور تنموي في تنميه فكر الانسان وروحه وخلقه، لانه لا يمكن ان تكون هناك تنميه في البلاد بدون انسان منمى اخلاقيا وروحيا. وهذا الفشل الذي وقع في البلد فاشله والبلد في حفرة. علاش؟ لأن الإنسان تخرب أخلاقيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. فالمسجد يلزم يعود رسالته، يلعب الرسالة الأساسية في بناء التونسي بناء صحيحا، عندها نشد السكة تاع التنمية بحول الله تعالى. فإذا فعلا بتكون هذه سياسة، فمخالفة شرعية، اثنين مخالفة لتصريحات أعلنوها من قبل، ثم سيصبح المسجد هو صراع حزبي. الآن في تونس الآن ثم ثلاثة أحزاب هي تتسمى أحزاب هي يعني التحالف هذا الثالوثي هذا اللي يسموه الترويكا هذا. وغدوا من حق جماعة الحزب الجمهورية يجيوا وينصبوا إمام، غدوا من حق جماعة الطرف الثالث اللي هو التكتل يجي بينصب إمام، فيصبح ثم صراع. أو أن جماعة التكتل والحزب الجمهورية متفاهمين مع الطرف الثالث، يقولوا له برا أنت تصرف وفك المساجد وحرر المساجد ولا. فهذا خطر، والشعب التونسي واعي بهذه اللعبة وفاهم ومهوش قابل هذه السياسة. والدليل على ذلك الحمد لله أبناء الحي وأنصاري، يعني شو أنصاري؟ يعني أنا ما عنديش حزب، خلينا من البلاد في الداخل وفي الخارج، العالم الكل الحزب هذا عنده وزارة خارجية وعنده الدنيا. جينا خدينا 200 متر مربع، ما نستحقش 200 متر مربع، أنا مش من حقي. أنا نتخرج من جامعة إسلامية ومناظر قديم ودخلنا للسجن من أجل المسجد، والحزب هذا خرج بيان يساند خميس الماجر الذي اضطهد من بن علي، اليوم اضطهد من طرف هذا الحزب الذي خرج بيان. سبحان الله، ما لكم كيف تحكموا؟ ثم أنا عندي تصور جديد للعمل الديني في البلد. أولاً وزارة الشؤون الدينية هذه تتولي وزارة الشؤون الإسلامية. شنية دينية؟ أخي نحن يهود ونصارى، نحن إسلامية. في تركيا وفي أندونيسيا وماليزيا ما نقولش بلاد إسلامية، مسمينا وزارة الشؤون الإسلامية. علاش دينية نحن؟ اثنين، المؤسسة الدينية لازم تخرج من الحكومة، مؤسسة دينية بكلها يجب تخرج من الحكومة، تخرج من الدولة، تصبح مؤسسة مدنية شعبية يقوم عليها الشعب بالأحباس والأوقاف، ويرجع المؤسسة الدينية كما كانت قبل بورقيبة الذي قضى على التعليم الديني وقضى على الإسلام، أنه جعل الإسلام حكومة باش تصبح الجهاز الديني بكله يخلص من شكون؟ من الحكومة، ويصبح أجير ويصبح عبد ويصبح مسلسل بقوت منين يجيه؟ من عند الحكومة. ولذلك أنا طالب المؤسسة الدينية هذه بكلها، من وزارة الشؤون الدينية، من هيئة التعليم الزيتون، من الزيتونة، كلها تستقل وتخرج إلى الشعب، تصبح مؤسسة مدنية كما الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤسسة مدنية الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، النوادي الرياضية. ليش مش المؤسسة الدينية هي مؤسسة مدنية شعبية يحميها الشعب، وشعبنا تونسي معناها شعب عظيم، حتى يرجع لجامع الزيتونة دور ويصبح الإمام حر والعالم حر والشيخ حر مستقل يعيش من هذه المؤسسة المدنية وتتحل مشكلة الدين في البلاد. لذلك أنا
إذا كان فعل وإذا كان يصبح يتأكد هذا سياسة، هذا يؤكد نظريتي القائلة على أن المؤسسة الدينية لازم تخرج من الحكومة. فهذا مطلبي، مطلب قديم ومطلب جديد، وأتمنى من إخوة الشباب من المسلمين الغيورين على هذا الدين باش يرجع له دوره، والشيخ يرجع له دوره، والعالم يرجع له دوره، أن تصبح هذه المؤسسة وهي أعظم مؤسسة لا شك، مؤسسة الهوية، مؤسسة تونس، يعني أول مؤسسة مدنية تكونت في تونس هي الجامع الأعظم الزيتون، التعليم الزيتوني قبل الاتحاد وقبل المؤسسات هذه الكل. نحن نريد أن يرجع الدر إلى معدنه، وطالما أن المؤسسة الدينية تحت حزب أو المؤسسة الدينية تحت في الحكومة راهي تحت حزب، وهذا الحزب سيعين أئمته الموالين مش الأكفاء، ويصبح هؤلاء دائما يعيشوا على تحت عبيد أقولها عبيد تحت سلطة الحزب الحاكم، وكل حزب يقدم دين كما يحبه. قبل كان تصور معين في عهد بورقيبة، زاد فسده بن علي، والآن يعني يؤسفنا أنه يصبح المؤسسة أو الحزب الذي كان ينادي من قديم على أن المؤسسة مسجد لازم تكون حرة وكذا، اليوم هو يصبح يقع في نفسي ما كان ينتقده على الحكومات السابقة. ولذلك الفتنة التي تقوم في المسجد الآن قائم عليها تصور معين للإسلام، يقولوا نحن عنا وجهة نظر الإسلام، فماش وجهة نظر في الإسلام، فما إسلام واحد، والإسلام هذا يقوله العلماء مش الأحزاب، الإسلام هو يقوله العلماء مش الأحزاب، لأن كل حزب يقدم الإسلام على وجهة نظره، كأنه الإسلام أصبح سوق وجهة نظره. شو هي وجهة نظره هذا؟ شو لا تقدم بين يدي الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلابد أن يرجع المؤسسة الدينية مستقلة وحرة حتى تساهم في التنمية، وإذا كان ما استطعناش هذه المؤسسة تقول الحق وتقول الدين الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نشهد تنمية. أخيرا شيخ، هل من رسالة تودون إرسالها إلى هذه الأطراف وإلى شبابنا؟ والله أنا أقول لهم اتقوا الله، والتاريخ لا يرحم، اتقوا الله عز وجل، ولو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، فأنا أقول لهم اتقوا الله عز وجل، والتاريخ لا يرحم، وصححوا المسيرة، جاتكم فرصة بس صححوا المسيرة، وإذا كان مش تواصلوا كيما العهد البائد راكم مش تحملوا مسؤوليتكم التاريخية أمام الله عز وجل، أمام شعوبكم. والشعب التونسي الحمد لله وصل إلى درجة، وخاصة شبابنا المش متسيس المش متحزن، شبابنا اللي غيور على الدين، هذا أفضل ما أنتجت تونس، وهذا من فضل الله عز وجل. وأنا والله أرى هؤلاء الشباب مثل ما صور النبي عليه السلام في حديث جميل جميل جدا وهو ضعيف، لكن الصورة الجمالية صحيحة أراها في شباب تونس اليوم، شبابنا وشاباتنا. قال صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، المرأة الحسناء في المنبت السوء. أحسن ما في تونس هؤلاء الشباب الغيورين على الدين في واقع فاسد. الشباب أنصحهم بأن يتمسكوا بحقوقهم، ومن حقوق من أعظم حقوقهم أن المساجد يحييها أهلها، مساجد يحييها وينشطها أهل الحي. نحن في عهد نرفض التوصية، يعني الوصاية والفرض، كما هم اختاروهم الشعب، مش هم يقولوا اختارونا الشعب، حتى اللي يميز يختاروهم أهل الحي، كل حي يختار إمامه.
سبحان الله. فنسأل الله في الأخير أن يهدي الله كل المسلمين وأن يتعاونوا ويتناصروا للحق وأن يبعد عنهم الشيطان والهوى، فهذا أخطر شيء على تونس الإحساني وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي. وعلى كل حال، فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأسأل الله أن نكون من أهل الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.